كمان معانا الفصل التاني، هنتكلم عن أهمية النقود ووظائفها. أول حاجة هعرف إيه هي وظائف النقود، ثانيا عندي هنا إيه هي أهمية النقود. هنقسم وظائف النقود لأربع وظائف. أول حاجة النقود مقياس للقيمة، 2 النقود وسيط للتبادل، 3 النقود مستودع للقيمة، 4 النقود أداة للمدفوعات الآجلة. نتكلم عن وظائف النقود، كل نقطة هناخدها ونشرحها. أول حاجة في وظائف النقود، النقود مقياس القيمة، فهي النقود أداة ممكن عن طريقها إن أنا أعبر عن القيم السلع والخدمات، فبتمكن الأفراد إن هو يقارن القيم بالنسبة للسلع المختلفة في الاقتصاد. النقود وسيط للتبادل، إن هي أداة مقبولة من جميع الأفراد، يبقى النقود كوسيط للتبادل إنها أداة عامة مقبولة من جميع الأفراد. بيقدر صاحب النقود إن هو يشتري أي سلعة أو خدمة هو عايزها في أي مكان بيرغبه، من أي شخص بيختاره، وفي أي وقت يناسبه. تالت حاجة النقود مستودع للقيمة، هي بتمثل لي قوة شرائية، بقدر صاحب الفلوس إن هو يشتري اللي هو محتاجه في المستقبل. بعد كده رقم 4 النقود أداة للمدفوعات الآجلة، إن هي أداة للاحتفاظ بالقيم والادخار. تؤثر الوظيفة دي للنقود إنها بتمثل عمليات العقود الآجلة لتسويق المنتجات وتحديد أثمانها، وتتمتع بالقبول العام في الحاضر والمستقبل. النقطة الثانية عندنا إيه هي أهمية النقود؟ رقم 1 لا يستطيع النظام الاقتصادي العمل بكفاءة في ظل غياب النقود. رقم 2 تطلب عمليات الإنتاج الواسع النطاق وجود وسيط للتبادل وهو بيكون النقود. رقم 3 إن أصبحت عملية الإنتاج والتوزيع أكثر سهولة في ظل النقود. كده تكون المحاضرة انتهت، وشكرا.